السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائي الأحباء أطباء الأشعة، بالذات حبايبنا اللي شغالين دوبلر وبيقابلهم حالات فاريكوز بينز كتيرة. مش كل الحالات هتيجي تيبيكال اللي هي ايه سافن وفيمورال انكومبيتنس ولونج سافنس ريفلكس أو شورت سافنس ريفلكس، لا في حالات كتير بتيجي اي تيبيكال للأسف ما بنعرفش نتصرف فيها، ونقوم برضو ماشيينها مع المعلومات اللي عندنا اللي هي معلومات التيبيكال، السافينس مضروب والجنكشن مضروبه، يجي الكلينيشن يشيل والعيانه ما تخفش او ايفن حتى الحاله تسوء اكتر. دي حالات اسمها اي تيبيكال فاريكوز فينز، ودي مشهوره ان بيحصل فيها ريكرنت فاريكوز فينز. ليها عده اسباب، انا يعني حطيت منهم كذا حاله هجيبه لكم في الاخر العناوين بتاعتهم او الارقام بتاعتهم عشان تتابعوهم كحالات فاريكوز. هنا حاجه اسمها incompetent هاتش بيرفوريتور، مش مشكله الاسم، المهم العيان ده بيبريزنت او العيانه دي ميل او فيميل، هتلاقي بانش اوف باريكوستس ظاهره جدا ورا الركبه ورا اسفل الثاي، ممكن بقى معاها باقي الباريكوستس العاديه البوستيريور ليج الميديال ليج، لكن معظم العيله هتلاقيها في البوستيريور ني او البوستيريور ثاي. لما تلاقي حاجه زي كده دور على بروكسيمال ليها، بروكسيمال انكومبتنت بيرفوريتور، دور عليه. لما تلاقي مجموعه كده دور على انكومبتنت بيرفوريتور تاني بروكسيمال. تعال نشوف الحاله دي ونمشي فيها ازاي. ميدل ايج فيميل جايه بريكرنت، هي واقعيا طبعا كانت بايلاترال بصراحه، بس انا للتسهيل قلت انها يونيلاترال. رايت لور ليم فاريكوز موجوده مينلي في البوستيرور لور ثاي، لكن معاها شويه في البوستيرور ليك، شويه في الميديال ليك. فالعيله دي بصوره من عملتين، العيله دي هي اللي ظاهره على العيان. طيب جاي بسم الله كده ابص على السفن فيمورال جانكشن، تمام، والعيانه نايمه. يعني انا دايما ببتدي العيانه بتبقى سوباين، اكزامين الديب فينس سيستم، اطمن ان ما فيهوش دي في تي قديمه، اطمن النقطه الاهم وهعرضها لكم في حاله كمان يعني اسبوع ولا اثنين ولا حاجه، ديب فينس انكومبتنس. يهمني قوي 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 ان ما يبقاش في تسريبه في الديب فينس، تمام؟ فدي المعلومات اللي بنجيبها والعيانه سوباين. وبرده بحب ابص على السفن والفيمورال جنكشن والعيانه نايمه، بعد كده بنبدا والعيانه واقفه واخد من ديستال الى بروكسيمال. العيانه وهي نايمه هي فين السفن والفيمورال جنكشن؟ انا مش شايفها. انا حاسس كاني في يعني حاجه كده ريزيديوال. طيب سؤال سالته للزملاء، لما ما تشوفش السفن والفيمورال جانكشن وانت شغال، يعني انا حاسس ان ده مكانها بس مش شايفها، حاسس ان ده برضو مكانها بس مش شايفها، الاشهر ان تكون حاجه تكنيكال. يعني ممكن تكون هاي سفن والفيمورال جانكشن وانت محروق تقول للعيان ارفع الهدوم، مش عارف ايه كلام من هذا القبيل، فما فيش احراج في النقطه دي، لازم يعني يكشف كويس. النقطه الثانيه ان ممكن انت تكون ضاغط بايدك قوي قوي، او هدوم العيان الشورت بتاع العيان مثلا ولا حاجه لازق جامد على السكين فقافل العيله السوبرفيشال، فمش شايف السفن والفيمورال جانكشن. بقول للعيان او العيانه ترفع الهدوم عن السكين، مش ترفعها لفوق بس، لا ارفعها عن السكين بحيث ما يبقاش في اي كومبريشن. فدي حاجات تكنيكال، لكن الموضوع ممكن يخلص بمنتهى البساطه، انت عامل سيرجري ولا لا؟ ايوه يا دكتور انا عامل سيرجري في الحته دي. حلو قوي، احنا بنتكلم ان ده غالبا في ابليجن او ليجيشن وات ايفر اللي موجود في سيرجري موجوده فيها. حلو جدا. طيب الفاريكوزيس اللي عندك موجوده فين؟ في الحته الفلانيه. تعال بقى نشوف، ماشيين لقينا ده كده حورس اي على الميديال بارت بتاع اللور ثاي والليج، السافنس الجريت سافنس شكله كويس صغير في الكاليبر، ومع ذلك لقيت شويه فاريكوزيس عند الميديال ليج. حلو. عند البوستيرور ليج الشورت سافنس شكله صغنون برضو، بس في برضو شويه ايه فاريكوزيس موجوده على البوستيرور ليج. طب يا ترى الشورت ولا اللونج؟ ده انا حاسس ان الاثنين كويسين ومع ذلك في شويه فاريكوزيس خفيفه عليهم. الديب فينز واضح ان فيها تاثير الاستجنيشن، لما تشوف المنظر ده ما تتخضش، كل ما العيان او العيانه هيقف اكتر هيحصل استجنيشن، هتبان كانها ايكوجينيك نيومن، اضغط ضغطايه كل ده هيزول وهيبقى مفيش مشكله فيه. طيب ديستال للبانش اوف باريسز اللي احنا شفناها لقينا بيرفوريتور واثنين وثلاثه، وجايه تشيك على الريفلكس. ازاي بنتشيك على الريفلكس؟ نرجع كده خطوه، مثلا مجموعه باريكوستس هنا وفي هنا حته بيرفوريتور، باجي ديستال للبيرفوريتور واقوم ضغط باصبعي ضغطه خفيفه واشيل على طول. ايه اللي بيحصل لما اضغط ضغطه خفيفه واشيل؟ لما بتضغط ضغطه خفيفه الفلو بيتجه في اتجاه معين،
اللي هو ايه؟ فروم ديستال تو بروكسيمال او فروم كودال تو كرانيال. مجرد ما تشيل ايدك المفروض الفلو يقف، لكن الفلو لو رجع وانت عامل ريليز شكرا ده كده انكومبتنت بيرفوريتور. طب حلو كده معايا انكومبتنت بيرفوريتور ديستال، لا ده انا معايا اثنين، لا ده انا معايا ثلاثه، ممكن يكون في كذا واحد، ممكن. طيب نركن المعلومه دي على جنب، تعالى بقى على شويه الباريسز دي او الباريكوز دي اللي هي دايليتد وحوش، هي دي المشكله الاساسيه. جيت على الموست بروكسيمال اسبكت بتاعتها في اللور ثاي ولقيت الوحش ده معدي الفاشيه. طب معدي الفاشيه متوصل مثلا بالشورت سافنس؟ لا. بجاي كوميني؟ لا. باللونج سافنس؟ لا. ده هو من الباريكوز على طول على الديب فينا سيستم في الحته دي، هيبقى البوبليتيال بين او بسم الله الرحمن الرحيم السوبرفيشال فيمورال بين. يعني ده كده يعتبر حاجه اسمها دايركت بيرفوريتور. انا عندي من حيث المورفولوجي اثنين نوعين من البيرفوريتور. لو بيرفوريتور انا هفترض يا جماعه ان ده اللونج سافنس، لو جاي بيرفوريتور من اللونج سافنس على الديب سيستم بيبقى اسمه اندايركت. ليه اندايركت؟ لان هو مش متوصل بالفاريكوز مباشره، لا ده متوصل بالسافنس والسافنس بعد كده متوصل بالفاريكوز، ده اسمه اندايركت بيرفوريتور. لكن لو عندي مجموعه فاريكوز وجاي منها البيرفوريتور على طول على الديب سيستم بيبقى اسمه دايركت بيرفوريتور. يبقى انا عندي نوعين من البيرفوريتور اكوردنج ل المورفولوجي، دايركت واندايركت. تمام الحاله دي علشان قصه البرفوريتور في الاساس. طيب حلو، يبقى انا بروكسيمال لقيت البرفوريتور ده اللي السايز وهو بيعدي الفاشيه، يا نهار ابيض ده المفروض البرفوريتور ما يعديش 3 مللي، ده هنا 7 مللي. شكرا انت فيك ريفلكس من غير ما احط كلر، من غير ما تضغط ديستال ولا كده، ده ريفلكس مستريح، ما فيش فالف هيقفل اليومن ده كله. ومع ذلك حطيت الكلر لقيت فيه سبونتينيوس ريفلكس لانه فيري 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 لارج. طيب حلو، يبقى انا لقيت شويه انكومبتنت بيرفوريتور ديستال ولقيت لارج انكومبتنت بيرفوريتور بروكسيمال، واللونج والشورت ما كانش فيهم حاجه سيجنيفيكانت. طب انا اعمل ايه في الحاله دي؟ انت مطلوب منك معلومه مهمه قوي 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 في حالات الباريكوز فين. اهم معلومه، وات Where is the source؟ فين السورس عشان الكلينيشن يعالجه؟ هو ده. طالما لقيت incompetent perforator proximal هو ده السورس، هو ده الريفلكسيف سورس. الريفلكسيف سورس لما تلاقيه هنا تمام؟ في لو ورا الني بالظبط بيبقى اسمه بوبليتيال بين، بوبليتيال فوس عفوا perforating بين. فوقيها شويه وده مشهور بس مش فوق بهذا الشكل يعني. ده اسمه هاتش perforator. يا سيدي مش مشكله الاسم، بلا هاتش بلا بتاع، ده هنا انكومبتنت بيرفوريتور بين موجود في الحته الفلانيه ونعلم عليه، يبقى ده محتاج مارك على السكين. طب ده معظم الدكاتره بتقول لي اعمل لي ماركينج على البيرفوريتور وانا بقعد اعملهم علامه واثنين وثلاثه على حاجات الديستال. الاهم هو البروكسيمال. ليه؟ هنقولها حالا. دي حاله مع الانترنت برضه شبيهه بالحاله بتاعتنا، كان في بانش اوف فاريكوستيز موجوده ورا الني وبروكسيمال ليها حاجه اللي هي كلينيكال اسمها بلو اوت ولا كده او هاتش بيرفوريت من مجموعه الفاريكوستيز على الديب فينا سيستم مباشره. طالما بروكسيمال يبقى هو ده المشكله بتاعتنا، ده الريفلكسيف سورس. يبقى ايه المعلومه اللي انت عايز تفيدنا بيها في الحاله دي؟ ان من ضمن حالات الايتيبيكال فاريكوز فينس لما تلاقي ايتيبيكال ديستريبيوشن بالذات في البوستيرير لور ثاي او في البوستيرير ني، ده كده ايتيبيكال ديستريبيوشن اللي ممكن العينه تعمل عمليه بالغلط، ودي حاجه للاسف مشهوره، يمكن حوالي 20% من العمليات ما بتتعملش صح بسبب احنا، وبالتالي هتبقى ريكرنت فاريكوز فينس. لما تلاقي مجموعه فاريكوزز هنا تتصرف معاها ازاي؟ دور على بروكسيمال ريفلكسيف سورس اللي هو غالبا بروكسيمال بيرفوريتور انكومبتنت، ده اسمه هاتش بيرفوريتور موجود في الحته دي. طيب لو ما لقيناش البيرفوريتور ده ولقيت الباريس دي طالعه شويه للسب جلوتير ريجن، ممكن يكون بلبك سورس، ده برضه واحد من الحاجات الايتيبيكال، يبقى لازم نعمل الجنادل بين. ده ممكن يكون بس دي حاجه رير قوي، سياتيك نيرف بينس ريفلكس، تمام بس دي حاجه رير، لكن الهاتش مش رير، الهاتش ده بنشوفه كتير. تمام يبقى انواع البيركوريتنج فينز، يا اما اكوردنج للمورفولوجي، ده يا جماعه هنا الديب فينا سيستم وده الشورت سافنس وده اللونج سافنس وده كده شويه البريكوستس والتريبيوتري وده بيركوريتور وده بيركوريتور. حلو
ودي سفنو فيمورال جانكشن ودي سفنو بوبليتيكا. لو فيه بيرفوريتور جاي من السافينس للديب فينا سيستم بيبقى اسمه ان دايركت بيرفوريتور. لو فيه بيرفوريتور جاي من الفاريسز الفاريكوز على طول للديب فينا سيستم ده اسمه دايركت بيرفوريتور. ده انواع البيرفوريتور اكوردنج للمورفولوجي. تمام، حلو جدا. طيب اكوردنج للهيمودينامكس، المفروض ان هنا حصل ريفلكس يا جماعه، وبالتالي الدم اللي ارتجع هنا لازم يرجع للسيركيليشن تاني، مش هيفضل في اللور ليمب، والا اللور ليمب هيتحول بقى الى اليفانتيزس. تمام، فهيرجع تاني للسيركيليشن عن طريق ديستال بيرفوريتور، بيبقى اسمه ري انتري بيرفوريتور. طيب المصدر اللي فوق ممكن تكون انكومبتنت سفن وفيمورال، او ممكن يكون انكومبتنت بيرفوريتور. لو كان انكومبتنت بيرفوريتور زي الحاله بتاعتنا ده اسمه ريفلكسيف سورس او ريفلكسيف بيرفوريتور، ده السورس بتاعنا. يبقى لو لقينا بروكسيمال ريفلكسيف او انكومبتنت بيرفوريتور ده كده السورس، لكن لو لقينا ديستال ده اسمه ري انتري. الري انتري ممكن يكون كومبتنت وممكن يكون زي الحاله دي انكومبتنت، لكن البروكسيمال ديفينتلي انكومبتنت وفيري لارج. ده اللي محتاج يتعالج في الاساس مش دول، لان دول انا هقفل واحد بسكيلوري سيرفي هيفتح واحد تاني، ما هو لازم الدم ده يلاقي طريق يرجع للسيركيليشن. طب انا هقفل اثنين هيفتح الجسم واحد ثالث ورابع، لكن ده لو قفلته باذن الله تعالى الحاله دي اتعالجت. يبقى في الهيمودينامكس عندي بروكسيمال بيرفوريتور هنلاقيك عامل سورس الايتيبيكال، تمام، ده يتعالج. لكن عندي ديستال ده اسمه ري انتري، واحد واثنين وثلاثه مفيش فيهم مشكله، ده كده مشكله، واحد من السورسز بتاعت الريكارنت فاريكوز فينز او الايتيبيكال فاريكوز فينز. اتمنى ان زمايلي يراجعوا الحالات بقى بتاعت الفاريكوز اللي تم رفعها حتى الان. خشوا على الموقع بتاعنا اللي هو اسماعيل سيد اسماعيل على اليوتيوب، واختاروا قوائم التشغيل اللي هي البلاي ليست، خش لغايه الكيسز وهتلاقي الحاله رقم 106 تيبيكال فاريكوز، دي حاله مهمه وشارح فيها وقت طويل. الحالة 109 ايتيبيكال فاريكوز، بعد كده الحالة 124 ايتيبيكال فاريكوز نتيجة انكمبليت انكومبتنس، شارح بقى الكلمة دي بالتفصيل. بعد كده في حالتين كده شرحتهم في رمضان، ال 142 وال 144 اللي هم اثنين نات كراكر، والحالة بتاعتنا آخر حاجة. يلا وبالتوفيق إن شاء الله، نشوفكم بقى مع حالات تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.